حسن تقي الدين. تقي الدين، لو تضعنا في صورة الأوضاع الميدانية الآن. السلام عليكم. والله في العاصمة دمشق قصف يستهدف حي جوبر الدمشقي ومخيم اليرموك، إضافة إلى حملة مداهمات يقوم بها النظام السوري في حي ركن الدين. أيضا في حي التضامن الدمشقي جرت اشتباكات اليوم بين قوات الجيش الحر وقوات النظام، قصف على بلدات الغوطاء الشرقية في زملكة ودومة وكفر رطمة. أيضا في بلدة دير سلمان تقوم قوات النظام بهدم عدد كبير من المنازل في البلدة المحتلة من قبل قوات الأسد وميليشيات حزب الله اللبناني والمرتزقه الطائفيين، وتم تسجيل اصابات عديده، اصابه لامراه مسنه واصابه لشاب. اليوم اعلن فيلق الرحمن في الغوطه الشرقيه عن استهداف اداره الدفاع الجوي في مدينه المليحه وتحقيق اصابات مباشره. اليوم في ايضا مدينه الكسوه في الريف الغربي سقوط العديد من القذائف، بالاضافه الى انقطاع التيار الكهربائي لساعات متواصله على الحي الغربي في المدينه، قصف على مرصد سيد الصيد نايا المحرر وجرد تلفيتا. في معارك القلمون، اليوم اعلن المركز الاعلامي في القلمون نبأ مصرع ضباط في الحرس الجمهوري من القوات النظام، العقيد عبدو البدري والنقيب احمد ابو الخير من الحرس الجمهوري، قتلوا في معارك القلمون على ايدي الثوار. اليوم نذكر ان اكثر من 350 جريح واكثر من 75 قتيل لقوا حقهم امس في معارك يبرود. لا يزال النظام يقوم بشن عدة غارات على المدينة. اليوم تم إلقاء العديد من البراميل على منطقة ريما وقرية السحل القريبة من يبرود. أيضا منذ قليل تم سقوط صاروخ أرض على المنطقة. حسان تقي الدين، مراسل شبكة شام، كنت معنا من ريف دمشق، وأعتذر عن رداءة الصوت.